إذا السؤال الأول، أحيط بخط مغلق الأجوبة الصحيحة. إذا أن تكون لي هوية يعني أن لي منزل خاص بي، أتمتع بكامل حقوقي، مقيد باسمي في السجلات الرسمية لبلدي، لي مدرسة أدرس بها. إذا ما معنى الهوية؟ الهوية مدرسة أدرس بها، هذا حق التعلم. بالنسبة لي منزل خاص بي، لا علاقة بالهوية. إذا الهوية أن يكون اسمي مقيد في السجلات الرسمية لبلدي، إذا مقيد باسمي في السجلات الرسمية لبلدي، وأن أتمتع بكامل حقوقي. إذا هوية يعني أنتمي إلى المغرب، يعني عندي هوية، يعني بالنسبة يكون عندي كامل الحقوق. واسمي بعد أول حاجة يعني خصي من تزاد تكون عندي هوية، أني أكون عندي بعد مسجل بالحالة المدنية. إذا بالنسبة كذلك هنايا أتمتع بكامل حقوقي، لي منزل خاص ولي مدرسة أدرس بها، ما دخلش في الهوية. إذا مدرسة أدرس بها داخلة في حق التعلم، وكذلك منزل خاص داخل في حاجات أخرين. إذا هنشوفوا دابا السؤال الثاني، بماذا تتصف الوحدة المغربية؟ إذا تتصف بماذا؟ بتنوع. ماذا؟ تنوع مكوناتها العربية والإسلامية. العربية والإسلامية والأمازيغية. العربية وماذا؟ والإسلامية الأمازيغية. إذن بالتنوع، إذن أول يعني بالنسبة للوحدة المغربية تنوع مكوناتها العربية والإسلامية والأمازيغية والصحراوية. إذن أول يعني صفة أو بما تتصف الوحدة المغربية. إذن كذلك تعدد ماذا؟ روافدها. شنو هو روافدها؟ يعني الناس اللي كيجيو يعني خارج المغرب. تعدد روافدها المتوسطية والأندلسية والأندلسية والأندلسية. إذا هنا من بماذا تتصف الوحدة أو الوحدة المغربية؟ إذا متوسطية والأندلسية وكذلك الإفريقية، يعني الناس كيدخلوا إذا يعني المغرب. إذا تعدد روافدها المتوسطية والأندلسية والإفريقية. وحاجة أخرى، تلاحم مقومات أو الهوية. إذا بالنسبة التنوع، التنوع في تلاحم، والتلاحم بانصهار كل مكوناتها. إذا تلاحم مقومات. إذا الهوية الوطنية الموحدة، الهوية الوطنية الموحدة الموحدة. لماذا؟ إذا تلاحم مقومات الهوية الوطنية إذا الموحدة بانصهار كل مكوناتها، يعني كل شيء يعني كيتلاحم وداخلين كاملين في الوحدة الترابية أو الوحدة المغربية بانصهار كل مكوناتها. عندنا نقرأ لكم تنوع مكوناتها، يعني الوحدة الترابية المغربية، تنوع مكوناتها العربية والإسلامية والأمازيغية والصحراوية، تعدد روافدها المتوسطية والأندلسية والإفريقية، تلاحم مقومات الهوية الوطنية الموحدة بانصهار كل مكوناتها. إذا دابا غنمشيو التميم الجدول التالي، هذا العلم الوطني، إذا علم المملكة، علم المملكة، إذا هذا رمز المملكة، منبت الأحرار، مشرق الأنوار إلى آخره، النشيد الوطني، النشيد الوطني، النشيد الوطني. وبالنسبة الله الوطن الملك شعار المملكة، شعار المملكة. إذا علم المملكة، رمز المملكة، النشيد الوطني، شعار المملكة. إذا أرسم علم بلادي باستحضار الأبعاد المنصوص عليها. إذا أرسم علم بلادي باستعمال الأبعاد المنصوص عليها. إذا بالنسبة للعلم غير مثال فقط. إذا بالنسبة هنايا شنو خاصكم تعملوا؟ خاصكم تلونوا بالأخضر النجمة، إذا النجمة هنايا خاصها تلون بالأخضر، نعم. ومن بعد أشنو عندنا؟
هذاك اللي على برا خاصو يتلون بالاحمر. اذا علم المملكه او علم وطني نجمه خضراء، وهنا خاصكم تلونوا، كملوا نتوما هنايا غتلونوا هذه بالاحمر، ولكن غتعملوا هذه شويه صغيره، اذا على حسب السباس اللي عندكم. اذا غتلونوا النجمه بالخضر، وكذلك غتلونوا هنا على برا بالاحمر. اذا غتعملوا مستطيل او مربع وسط منه نجمه خضراء. اذا النجمه الخضراء غتلونوا اذا النجمه بالخضر، وهذا الشيء كامل بالاحمر، غير مجرد مثال. اذا هذا هو العلم المملكه. اذا عرسموا علم بلادي باستحضار الابعاد المنصوص عليها كما عملتوا في القسم. اذا نتمنى نكون فدتكم، شكرا والى اللقاء.